buzzing one by one, hurrah, hurrah. مرحبا أعزائنا المشاهدين، بعرف إنه إلي كتير زمان مش منزل حلقة، حبيت أنزل اليوم حلقة بمناسبة بداية الصوم الأربعيني. اليوم الحلقة رح تكون كتير سهلة وكتير سريعة. اليوم رح نعمل معمول بس صيامي بدون ما نستخدم الفرن، يعني أقل من 20 دقيقة رح يكون جاهز عندكم. مقاديره كتير سهلة، رح نحتاج 6 معالق كبار عسل، رح نحتاج 6 معالق كبار زيت، معلقتين كبار كاكاو بس تأكدوا يكون صيامي، وبدكم أي مكسرات بدكم إياها. اليوم رح نستخدم إحنا اللوز، وبدنا مضين كبار يعني كاستين كبار من الخبز المحمص، ويعني هيك نطحنه. أول خطوة كتير سهلة، رح نستخدم الكاستين الكبار الخبز المطحون، رح نحطهم واعملوا على نفس الترتيب هذا عشان تطلع أكل كتير زاكي. رح نحط الزيت ونحرك كتير منيح، حركه كتير كتير منيح. وهلأ رح نحط الكاكاو برضو نحرك كتير منيح، هيك برضو نفس الحكي. بدك توصلوا كل يعني كل المقادير لازم توصلي لها كل شيء. هيا هيك. وهلا يعني وانتوا عم تشتغلوا اذا حسيت انه في اشي بتحسوا انه لازم ينزل زيدوا، مثلا انا هون حسيت انه كمان معلقتين كاكاو بزبط نزيدهم. نكمل نحرك. وهلا بدنا نزيد العسل، وهلا بدنا نزيد 6 معالق عسل، هي المعلقه الاولى. وهلا بعد ما حطينا 6 معالق عسل نحرك كثير منيح، لازم كله يتجانس مع بعض ويتماسك، يعني بالاخر نعملهم دوائر ونعملهم الاشكال اللي احنا بنحب نعملها وبعدين ناكلهم. هلا بعد ما حركناه كثير منيح شوفوا كيف طلع، بنجيب هيك بنجيب يعني دائره بنعملها كيف بنعمل التشوكلت بولز، هيك هون هيك دائره، بعدين بنحطها على الصحن قد ما بدكم يكون حجمها، بنعملها هيك وبنزينها بايش ما بدنا. احنا هون نزينها مثلا نيجي نحكي بلوز، بنحط اللوز هيك وبدنا نكمل. وتخيلوا انه بهذا الوقت الكتير قليل جهز وجينا ناكله. يلا تعال ناكله. او ماي جاد كتير زاكي، ما بمزح معكم جد لازم تجربوه، صحي اول اشي، ثاني اشي كتير زاكي وكتير سريع. اعملوه وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب ولايك وكمان تشير. باي.